الهدوء يعود لمدينة الباب بعد اشتباكات دامية دامت ليومين، والتي تشهدها المدينة بين فصيلي تجمع أحرار الشرقية وأسود الشرقية التابعين للجيش الوطني من جهة، ومسلحين من عائلة آل واكي من جهة أخرى. ناشطون قالوا إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بوقف الاقتتال، جاء بعد ضغوطات تركية على الطرفين، إذ اجتمع وجهاء عائلة آل واكي مع قيادة تجمع أحرار الشرقية في مقر الشرطة الحرة. اشتباكات خلفت قتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة، سبقها انتهاك حرمة المشافي، إذ أقدم الفصيل الملقب باليابا على الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى الحكمة. وسط مظاهرات واعتصامات مستمرة، ندد فيها المدنيون بكثرة الاعتداءات عليهم وعلى المؤسسات المدنية من قبل عناصر غير منضبطة من الفصائل المقاتلة. مدينة الباب شهدت حظرا للتجول في مناطق الاشتباكات ومطالبات بتسليم المطلوبين، حيث قدم أحرار الشرقية أسماء 35 شخصا من عائلة آل واكي يطالب بتسليمهم إلى الفيلق الثالث، لتتم إحالتهم بعدها للشرطة العسكرية كي تتم محاسبتهم. ويعتبر هذا الاقتتال ليس الأول من نوعه، إذ شهدت مدينة الباب عددا من حالات الاقتتال بين الفصائل، كان آخرها ما حصل من اشتباكات بين أحرار الشرقية وفرقة الحمزة في عفرين، وانتقلت إلى مدينة الباب أدت لوقوع قتلى وجرحى من الطرفين، الخاسر الوحيد فيها هم المدنيون.